هذه الحلقة برعاية دي جي كورنر. يا هلا مرحبا فيكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة لهاي الأسبوع، معكم أخوكم هاشم العلوي، وفي هاي الحلقة راح نلقي نظرة على هاي الميكروفون من شركة بريسونس، ميكروفون PD70 أو PD70. طبعا رعاة الحلقة ما قصروا، أرسلوا لي هاي الميكروفون عساس أني أنا أسوي عليه ريفيو. بس قبل ما أبتدي في الريفيو حبيت أخبركم أنهما ما دفعوا لي أي فلوس، ما قالوا لي شنو أقول، وما راح يشوفون هاي الحلقة أو يسوون لها ريفيو قبل ما أعرضها. فكل الآراء اللي راح تسمعونها اليوم في هاي الحلقة هي آرائي الشخصية. وإذا حبيتوا تدعمون هذه القناة راح أخلي رابط حق شراء هاي الميكروفون في وصف الفيديو. ميكروفون بريسونس PD70 هو عبارة عن دايناميك برودكاست ميكروفون. شنو يعني دايناميك؟ دايناميك هو نوع الميكروفون نفسه. عادة دايناميك ميكروفونز يتحملون صوت عالي، فممكن انك تشوفهم تستخدمهم حق صوت غناء، حق صوت ايقاعات، حق الكيك درام، اضافة الى هاي النوع من الاستخدام اللي هو حق بودكاست مثلا او حق اليوتيوب. خلال هالحلقة كلها راح تسمعون صوتي من خلال الميكروفون مباشرة الى اللي هو الزوم H6. طبعا احتمال بعد ما اشوف خلال الايديتنج صوت الميكروفون شلون صار، احتمال اني اخلي شويه بروسيسنج عليه، يمكن اعدل شويه في الاي كيو او اني اضيف كومبريسر. ولكن في نص الحلقه في مكان معين راح اشغل لكم الصوت بالضبط مثل ما هو جاي من الميكروفون بدون اي بوست بروسيسنج. اول ما تشوف هاي الميكروفون ممكن انك تتفكر ان شكله يشابه ميكروفون شور SM7B، ولكن طبعا مع فرق السعر، ميكروفون الشور SM7B ممكن يوصل تقريبا حدود ال 450 او 500 دولار على حسب المكان انت عايش فيه. سعر الميكروفون اليوم في سوق الامارات هو 599 درهم، ولكن لانك انت من متابعين هاي القناه وقاعد تتابعني اليوم في هاي الحلقه، اول شيء شكرا. ثاني شيء راح تحصل على خصم 5% اذا طلبت هاي الميكروفون من خلال الرابط الموجود في وصف الفيديو. فسعر الميكروفون 599 درهم وراح تحصل على خصم 5% إذا طلبت عن طريق الرابط الموجود. إذا كنت قاعد تدور على ميكروفون سعره مناسب على أساس أنك أنت تبتدي في أعمالك الفنية، تبي مثلا تسجل بودكاست أو أنك مثلا تبي تسجل حلقات يوتيوب أو الفويس أوفر حق اليوتيوب، سعر الميكروفون والمواصفات اللي فيه جدا جدا مناسبة. البيلد مال الميكروفون نفسه جدا قوي، يعني أول ما فتحته من العلبة حسيت أن حجمه بالفعل جدا جدا ثقيل، فهاي طبعا يعطينا أو يوحي على جودة المواد المصنوع منها الميكروفون. وصلة الميكروفون هي عبارة عن XLR كيبل، مثل ما أنتم شايفين أنا موصلة دايركت إلى الزوم H6، والفوليوم مال الزوم تقريبا بحدود ما بين 7 و8. في العلبة راح يجي هاي الأدابتر اللي هو 3858، عساس أنك أنت تستخدمه على كذا نوع من الستاندات. راح تشوف أيضا أن الويند سكرين اللي موجودة عليه نقدر أن احنا نشيلها عن الميكروفون. سوري بس بشيل الويند سكرين. تلاحظون طبعا عقب ما شلت الويند سكرين ان الصوت شويه تغير، صار يمكن افتح لان الويند سكرين شويه تغير من الصوت او تغير من الفريكونسي، خاصه الفريكونسي العاليه. فلان الحين ما في ويند سكرين، بتلاحظون ان الاصوات اللي خاصه اللي فيها حرف البي والبي ممكن ان هي تاثر في صوت الميكروفون، راح الهواء يطق اللي هو الميكروفون نفسه. فعشان كذي دائما خلوا الويند سكرين عليه. شكل الميكروفون او الباترن مال الميكروفون هو الكارديويد. شنو يعني كارديويد؟ يعني انه هو راح ياخذ الصوت من الامام فقط. فلو تلاحظون انا اذا تحركت شويه على جهه اليمين يمكن ما راح تسمعون الصوت صاير عدل، واذا تحركت قدام الميكروفون بتلاقون ان الصوت طبعا صار واضح. الجهه الثانيه لو نتكلم مثلا هني تحت على الميكروفون صوت مو واضح، ولكن اذا يعني احنا قدام الميكروفون بيكون الصوت واضح. الحلو في هالميكروفون ايضا انك انت تقدر تستخدم البروكسيميتي ايفكت على اساس انك انت تحصل على صوت مختلف. يعني اذا انا بعدت شويه عن الميكروفون راح يكون الصوت شويه ضعيف، ما يكون فيه قوه بسبب تركيبه هاي الميكروفون. لكن اذا قربت صوتي جدا قريب للميكروفون راح يكون بهاي الطريقه مخيف. اذا لاحظت الدايجرام مال الفريكوانسيز لهاي الميكروفون بتلاحظون ان في شوية بوست ما بين الـ 5 إلى الـ 10K. هاي البوست البسيط يعطينا هاي الكلاريتي في الصوت أو الوضوح في الصوت. فبحسب طبعا استخدامك يمكن ما تحتاج أنك تغير في الـ EQ بشكل كبير. ففي النهاية القرار قرارك،
للصوت اللي انت قاعد تسمعه وشلون تبي يكون صاير. خلونا الحين ناخذ نماذج صوتية لهاي الميكروفون على مختلف الابليكيشن او على مختلف الاشياء. نبتدي بنموذج للقراءة. Neil Armstrong and Buzz Aldrin took their first steps on the surface of the moon on July 20, 1969. Meanwhile, 238,000 miles below, watching the event on television in a small cottage on Stag Island, Ontario, a 9-year-old boy was inspired to become an astronaut. Chris Hadfield dreamed of going to space. I just thought that they were the coolest guys ever, he remembers. He walked outside to look at the moon and said, I don't know how, but that's what I really want to do. أوكي يا جماعة، عقب ما سمعتون كل هالنماذج شنو رأيي أنا في هاي الميكروفون؟ الميكروفون بصراحة يعني لسعرة والمواصفات اللي هي موجودة فيه والبيلد كواليتي مالته جدا 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 مناسب، وخاصة إذا أنت كنت قاعد تبتدي في هاي المجال، يعني حاب أنك أنت تدخل مجال التعليق الصوتي، حاب أنك تدخل مجال اللي هو الفويس أوفرز، الأوديو بوكس. كل اللي بتحتاجه هو مجرد أنك أنت تاخذ هاي الميكروفون وتاخذ لك اي ساوند كارد، حتى لو الزوم مثل ما انتم الحين سامعين. يعني خلال الحلقه هاي كلها انا مجرد مستخدم الزوم، ما استخدمت اي شيء ثاني. طبعا في ناس وايد راح تقارن هاي الميكروفون بالشور SM7B، بس انت طبعا القرار راجع لك. انت الحين قاعد تسمع الكواليتي مال هاي الصوت، وانا اقول لكم انه هو يعني الميكروفون ثقيل، اوكي، فمعناته ان البيلد كواليتي مالته جدا جدا ممتازه. فاذا بتاخذ هاي وبتاخذ له SM7B، في عوامل كثيره راح تاثر على قرارك النهائي. اولها السعر، طبعا SM7B يمكن تقريبا 3-4 أضعاف سعر هاي الميكروفون. والحلو في هاي الميكروفون انك انت ما راح تحتاج اي شيء مثل اللي هو الكلاود ليفتر او بري امب مختلف يكون موجود بين الميكروفون وبين الساوند كارد، لان SM7B طبعا يحتاج الى فانتوم باور، ويحتاج الى باور عالي على اساس انه هو يقدر يوصل الى مستوى صوت معقول.
هاي الميكروفون ما يحتاج هاي الشيء، ما يحتاج لا كلاود ليفتر ولا يحتاج إلى أي نوع من البري أمب مختلف. البري أمب اللي موجود داخل الساوند كارد اللي أنت بتستخدمه في هاي الحالة الزوم راح تكون كافية جدا، فما يحتاج إنك تشتري أي نوع من البري أمب. وفي النهاية يا جماعة حبيت أشكركم على متابعتكم لهذه الحلقة، إن شاء الله استفدتوا منها، ولا تنسوا مرة ثانية إذا حابين تشترون هاي الميكروفون وتدعمون القناة في نفس الوقت راح أخلي الرابط في وصف هاي الفيديو، وراح تحصلون على خصم 5% إذا طلبتوا من خلال هاي الرابط. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، وأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.